كام سنه كان بابا على طول بيقعد يقول لي، بابا صوته تخين شويه، مصطفى ما ترميش الزيت في الحوض. اقول له حاضر يا بابا. وبعديها بفتره لقاني برميه تاني ويقول لي، مصطفى مش قلت لك ما ترميش الزيت في الحوض؟ اقول له حاضر يا بابا مش هرميه تاني والله. لحد ما بعديها بكام سنه اتجوزت، وبعد ما اتجوزت بشهرين لقيت بابا بيقول نادين مراتي ايه، نادين ما ترميش الزيت في الحوض عشان الزيت بيعمل شحوم وبيعطل حركه المياه في المواسير وممكن تتسد عندكم. قلت يا اخيرا عرفت السبب. بس طبعا الفضول خدني وكنت حابب اعرف الكلام ده صح ولا لا، فدخلت دورت على الموضوع ولقيت ان الموضوع مش بس بيقف عند الشحوم والمواسير، ده كمان الموضوع بيبقى اسوأ اما الشحوم بتنزل وتقابل المجاري، لان المجاري فيها دهون والدهون مع الشحوم بتعمل هيكل اسمه فاتبرج. لندن ده شكل هيكل الفاتبرج. لندن بتعاني من الفاتبرج بقالها كذا سنه، لحد موست ريسنتلي في شهر سبتمبر اللي فات في وايت شابل في ايست لندن لقوا فاتبرج طوله ربع كيلو، يعني تقريبا قد لندن بريدج عندهم، ووزنه 130 طن، يعني تقريبا قد 19 فيل افريقي كوزنه. وطبعا ده عمل كارثه عندهم في المنطقه، وابتدت من كتر ما الناس بترمي الزيت في الحوض ابتدت اثرت على المدينه نفسهم وهم مش واخدين بالهم. ومن هنا جات لي فكره ان ده مش بس بيأثر علينا لوحدنا. خليني اسالكوا سؤال، لو قلت لك عمرك فكرت ازاي الزحمه بتأثر على عمرك؟ زحمه ايه وعمر ايه؟ زيت وفاتبرج ولندن، ده ايه علاقته بالموضوع ده؟ خلينا ابتدي معاكم من الاول خالص. في التخطيط العمراني فريد كنت قال if you plan cities for cars and traffic you will find cars and traffic and if you plan cities for people and places you will find people and places. واحنا للاسف المدن بتاعتنا متخططه للعربيات وللزحمه، فبالتالي بنلاقي عربيات وزحمه. طب ايه اللي هيثبت الكلام ده؟ مين اللي قال كده؟ مش ما احنا بنمشي في الشارع زي الفل والاسفلت كويس وبنعدي عليه ومفيش اي مشكله خالص. تعالوا نشوف كام حاجه صوره وفيديو ونقرر منهم الاولويه معموله لمين فينا، للعربيات ولا للبني ادمين اللي هو احنا. في القرن 19 كانت حركه البني ادم بيتحرك في الكارتج او في الايه؟ الحصان. وكانت حركه المشاة ستريت، ما كانش في حاجه بتعوق الحركه وهو ماشي. لحد 1950 ما ابتدت حركه البني ادم تبقى مذبذبه. ليه؟ بسبب حركه العربيه هي اللي بقت واخده الاولويه في انها تبقى ستريت. يعني ايه برضو الكلام ده؟ خلينا نشوف الفيديو دلوقتي. ده واحد بيحاول يعدي الشارع، زمان كان بيعديه ستريت، انما دلوقتي بيعديه والحركه مذبذبه. من اصعب الحاجات في التخطيط العمراني ان انت تعمل ديزاين لباث واي بني ادم. ليه؟ لان البني ادم بيمشي بعقله ورا عقله، ما تقدرش تعمل له باث واي زي العربيات ان هو يمشي فيها. لو جينا نبص هنا هنلاقي عرض الرصيف متر في مقابل عرض الشارع بتاع العربيات 10 متر ونص. فبالتالي الناس بتنزل على الشارع علشان تمشي، لان مفيش مكان ليها ان هي تمشي. طب ينفع كده؟ لا 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 صح. طيب لو بصينا على صوره ثانيه، منطقه هنا جنبنا في الحصري، الصوره دي كنت مصورها بانوراما من فوق واخدها في نص اليوم. الحته دي اتخططت من الاول على اساس انها هيبقى في شارع عريض، بس ما اتعملش حساب ان في اكسبريشن بنقوله في الاربن ديزاين اسمه نود، ان دي نقطه تقاطع، سنتر بوينت ما بين الجامعه والحصري والماركتس اللي موجوده. يعني كان الاولى ان يتعمل بدل الباركينج ده كان يبقى معمول اوبن بابليك ماركت بليس للناس انها تجمعهم، علشان ما يحصلش البياع اللاجئين يبتدوا ينتشروا فيها. فبالتالي طبعا الناس علشان ما فيش مكان معموله له ديزاين من الاول ابتدت البياع اللاجئين ينتشروا في المنطقه وينتشروا على الشارع، لان برضه ما فيش حاجه معموله لهم من الاول. لو بصينا على نفس الصوره من الناحيه الثانيه من العماره اللي هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي شكل المباني ده شكلها، وبعد كده شكل الشارع نفسه
ده شكل الشارع كله في المنطقة. وبعدين لو بصينا على الجراج ده، وايل ان في باركينج اندر جراوند لكل المباني اللي موجوده دي، بس برضه عاملين جراج فوق الارض. وطبعا علشان المنطقه دي حيويه وفيها مشاه كتير ماشيين، فالناس بالتالي عايزه تعمل ماتشات الناس تتفرج عليها وكده في السكرينز اللي موجوده، فبيعملوا الاعداد في الجراج، بيجوا عليها انفورمالي بس في نفس الوقت اورجنايزد وفيها لاين موجود. فطبعا تعدوا على الشارع اللي موجود للباركينج اصلا الاولويه للعربيات. بلس ان احنا عندنا في مصر عدد مباني الباركينج معدوده على الصوابع، علشان احنا نركن وننزل نمشي مفيش. ده غير ان مفيش proper alternative transit، يعني مفيش underground يوصلنا لكل المناطق موجوده عندنا، ومفيش الحاجات دي كلها مش معموله. فبالتالي ده كل ده بيشجعنا ان احنا اكتر نفضل نقضي وقتنا في العربيه، واحنا في العربيه بقينا كسلانين، محدش بقى قادر يمشي لأنه هو subconsciously عارف إنه مفيش مكان يقدر يمشي فيه. فبقينا عايزين نركن لأقرب نقطة موجودة في المكان اللي احنا رايحينه، محدش بقى عايز يمشي. في التخطيط العمراني من أصعب الحاجات والناس مش فاهمها كويس للأسف، الكونسبت مش موجودة برضو عندنا كويس، إن انت تحل الزحمة. بارت من الحلول عمر ما كان حل الزحمة في التخطيط إن احنا نعرض الشارع، بل بالعكس ان احنا نقلل عرض الشارع ونطول عرض حاره المشاه. ليه؟ لان لو فكرت فيها بمنتهى البساطه الزحمه هتيجي، هتيجي حتى لو عملت كوبري 2 3، لو مش هتيجي كمان شهر هتيجي كمان شهرين، لو مش هتيجي كمان شهرين هتيجي كمان سنه، الزحمه هتجيلك. بس لو عرضت الحاره بتاعه المشاه ساعتها انت بتعلي الاويرنس عندك اكتر ان الناس تشجعها اكتر انها تنزل تتمشى. لكن احنا للاسف عندنا طبعا بنعرض الشارع اكتر، فالزحمه بالتالي بتبقى موجوده، وبعد ما الزحمه بتبقى موجوده بنفضل مقضين وقتنا كله في العربيه في الزحمه. هحكي لكم قصه. كنت من 4 سنين في شتوتغارت في المانيا، وكان في يوم ويك اند كنت رايح بورش ميوزيوم، فعملت سيرش على الميوزيوم ولقيت ان طالع لي انت هتوصل كمان 24 مينتس. فانا قلت 24 مينتس حاجه، ايه الدقه المستفزه دي؟ ده من 4 سنين مش دلوقتي. فقلت طب والله اللي حاسبها. رحت نازل، قال لي انت هتمشي 53 متر هتلاقي المين ستيشن هوب ان اوف، هتركبها هتنزل بعد 6 محطات من القطر لمحطه بورش بلازا، بعد المحطه دي هتمشي 2 دقيقة هتلاقي الميوزيوم على ايدك اليمين. وفعلا وصلت في 24 دقيقه. يعني لو حد متربي هناك على ان هو طول عمره عارف استيميشن ثابته من بوينت A لبوينت B، عنده عارف ان مشواره من هنا للنقطه دي هتاخد 18 دقيقه عمره ما يتاخر عليها. بس طبعا عندنا في مصر ما نقدرش ندي استيميشن مظبوطه. هتقول لي ازاي؟ ما احنا دلوقتي عندنا برضو جوجل مابس على فكره، ونعرف نعمل سيرش ونشوف هنوصل في كام دقيقه. طب لو انا سالتك دلوقتي حالا كده واحنا قاعدين، طلع واعمل سيرش وشوف هتوصل للزمالك في كام دقيقه، هتلاقيه طالع لك 34 minutes. طب ما هي طالعه لي بالظبط، بس اعمل كمان 2 دقيقة هتلاقيها طالعه لك 36 minutes. طب استنى نص ساعه كده الدنيا تروق، هتطلع لك 28 minutes. يعني دايما الاستيميشن عندنا بقت بايظه، بالرغم من ان احنا عمرنا ما بنتاخر على مواعيدنا ولا المواعيد المهمه ولا لو عندنا ميعاد على طياره. ليه؟ لان انت بتدي اسوأ استيميشن عندك. لو مشوارك هياخد ساعه هتنزله قبلها بساعه ونص، لو مشوارك هياخد ساعتين هتنزله قبلها ب3 ساعات، ودايما بتدي اسوأ استيميشن. بس ده ما تقدرش تعمله كل يوم. ما تقدرش تعمله كل يوم ليه؟ لان انت برضه سب كونشسلي مش قادر تنزل تقابل الزحمه، تكسر على ده وده، عربيتك حد يحكها وتحط بنزين، ما بقتش قادر تعمل ده. طيب خلينا نتكلم عن حاجه مور سبيسيفيكلي شويه، وهي الكوميوتنج ديستانس. كوميوت في الاربن يعني مشوارك من البيت للشغل. في الكوميوتنج ديستانس انا دلوقتي الساعه دي انا عملت لها ديزاين ان هي 24 ساعه علشان نقدر نشوف ساعات اليوم كلها. دلوقتي هوريكم الكيس بتاعه واحد اختار شغله جنب بيته، او اختار بيته جنب المكان اللي بيشتغل فيه. لو ابتدينا في عدد الساعات ده، لو على اليمين AM وعلى الشمال PM، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هو محتاج علشان ينام بروبرلي 8 ساعات، ما يقدرش يأثر في الثمان ساعات دول، ما يقدرش ادي استيميشن اقل من دول، لانه لو نام اقل من 8 ساعات هيأثر على صحته والفيزيكال ابييرنس بتاعته والبرفورمانس كمان بتاعه.
فلو نام 8 ساعات هيصحى هينام الساعه 11 ونص بالليل علشان يصحى الساعه 7 ونص الصبح، وبعد كده هيبقى عنده وقت يروق نفسه فيه ربع ساعه، وبعد كده بياخد 5 دقائق او 10 دقائق لشغله. هيشتغل قد ايه؟ 8 ساعات علشان يخلص شغله الساعه 4. بعد ما يخلص شغله الساعه 4 علشان ما نقدرش برده ندي استيميشن مظبوطه، هنقول ان هو هيرجع في نص ساعه، وبعد النص ساعه دي هيتبقى له 7 ساعات اوف valuable time. ليه valuable time مش free time؟ لان هو ده الوقت اللي بيكون فيه شخصيته، هو ده الوقت اللي بيعمل فيها العلاقات المهمه في حياته، هو ده الوقت المفروض يقضيه مع اهله، مع صاحبته، مع مراته، مع whoever. بس هو ده الوقت الفاليبل اللي موجود في حياته اللي يقدر حتى يعمل فيه بروجكت تاني، يقدر يعمل اكتيفيتيز كتيره. في اركتكتشر عندنا في اركتكت اسمه فرانك لويد رايت. فرانك لويد رايت عمل البيلدينج ده الفولينج ووتر، رسم كل الدروينجز بتاعته في 3 ساعات بس، في الثلاث ساعات من اللي كانوا الفاليبل تايم اللي متبقي، اللي كان من 7 ساعات الموجوده الواحد زي ده. قبل ما نبص على الكيس الثانيه خلينا اسالكم سؤالين. كم حد فينا يعرف واحد ساكن في اكتوبر وشغله في التجمع؟ يرفع ايده. او العكس، يعني العكس، او حته قريبه. اغلبيه الناس، مش هقول كل الناس يعرفوا، يعني تقريبا كل السيركلز اللي موجوده تعرف حد كده. طب هسالكم سؤال ثاني، كم واحد فيكم في عربيته سايب جاكيت او سناكس او حاجه موجوده معاها؟ اكيد طبعا انا. ليه؟ لان انت بقيت في اوضه متحركه بتاعتك بتقضي فيها وقت انت مش عارف ممكن كان زمانك وصلت القمر بالوقت ده لو حسبته في حياتك. لو بصينا على اليوم بتاع اللي اختار المكان بعيد، هنلاقي ان هو محتاج ينام الساعه 9 ونص بالليل علشان يصحى الساعه 5 ونص علشان هيقعد ساعه و45 دقيقه في الطريق، وبعد كده هيوصل قبليها بشغله ب10 دقائق علشان يبتدي شغله الثمان ساعات، وبعد الثمان ساعات دول ايه اللي هيحصل؟ هيقعد ساعتين في الطريق، وبعد الساعتين دول هيتبقى له 3 ساعات ونص of valuable time. يعني ده نص وقت اللي فات بالظبط، 3 ساعات ونص. لو خدتوا بالكم في اللي فاتت كان في 3 الوان بس، الاورنج والاصفر والازرق، انما هنا دخل عليهم اللون الرابع اللي هو الكوميوتنج ديستنس، اللون الجراي. ودخل فين؟ دخل في اهم وقتين، دخل في الوقت اللي هو صاحي فيه من النوم، ودلوقتي المفروض ان هو بيطلع الانرجي اللي عنده والبرودكتيفيتي اللي عنده. بيوصل ما بيبقاش برودكتيف لان هو قابل زحمه والناس بتكسر عليه ومن هنا لهنا لهنا، وبعد ما خلص شغله وخلص يومه الطويل جدا ده لسه هيقابل رحله ثانيه، رحله الساعتين الثانيه علشان يوصل بيته، يتبقى له الوقت الفاضي اللي هو ما بقاش قادر يتكلم فيه مع حد، بقى شايل هم اليوم اللي جاي علشان لسه هيقضي نفس الوقت ده تاني لحد ما يوصل طبعا ليوم اجازته اللي موجود في الاسبوع. طيب لو بصينا دلوقتي على الاثنين مع بعض وبنقارنهم، لو قلنا ان افريج عمر البني ادم اراوند 75 سنه، هنلاقي ان ده عايش من عمره اللي اختار بيته جنب شغله على اليمين عايش 20 سنة of valuable time، وايل ان التاني عايش 10 سنين بس ومقضي 12 سنة في الكوميوتنج بس، وايل ان العاليمين مقضي سنة ونص. يعني فرق بينهم أكتر من 10 أضعاف، يعني دي ما كانتش حاجة ميجر في حياته موجودة علشان يشيل همها. طيب لو بصينا دلوقتي على كيس ستادي موجودة على اليمين في الاتجاه اللي رايح على اليمين ده 6 اكتوبر، اوكي؟ يعني اللي جاي النهارده الجامعه كده هيبقى ماشي في الطريق ده، وعلى الشمال ده اللي رايح بقى المهندسين، زمالك، دقي، مدينه نصر، اي حته من الحته الثانيه دي. والمكان ده متصور من جنب جاليريه في النص في دي، متصور امتى؟ في وقت الراش اور. طب اشمعنى وقت الراش اور؟ لان هو ده الوقت اللي بيثبت تحرك الناس من شغلها بترجع بقى لبيتها. فبنشوف عدد الناس هنا اكتر. انا صورت الفيديو ده وابتديت اعمل اناليسيس على البانوراما ونشوف مع بعض. هنلاقي ايه؟ اول حاجه هنلاقي ده شكل عدد العربيات في البانوراما، هي قلنا على اليمين اكتوبر وعلى الشمال باقي المناطق الثانيه. ده شكل عدد العربيات اللي راجعه اكتوبر اللي منها فيها، اوكي؟ والناحيه الثانيه ده شكل العربيات اللي مش ساكنه في اكتوبر، اللي هي طالعه بره 6 اكتوبر زي ما انتم شايفين الشكل ده. طيب لو حاولنا نعدهم ونشوف هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما طبعا هتوصل لرقم
ما نقدرش نقوله، ما نقدرش نعده، ولا نقدر نوصله، لأن عدد الحارات فيها بقى كبير جدا. لو بصينا على شكل البانوراما من قريب هنلاقي إن ده شكل الزحمة من أولها لحد الآخر، وإن العربيات واقفة في كل حتة. حتى أنا بالنسبة لي ما كانش في مكان أعمل هايلايت للشارع نفسه وأنا بلونه، لأن هو كله يعتبر عربيات وكله لونه أحمر. Let's face it، إحنا كلنا عارفين الزحمة إمتى وأوقاتها إيه، وعارفين إن في أوفر بوبوليشن عندنا في القاهرة، وعارفين مواعيدها إيه والأوقات كلها. حتى بتوع الإعلانات عارفين ده كويس جدا. ليه؟ لأن الإعلان بيتصمم الفونت وحجمه على حسب سرعة الطريق، والطريق ده هاي واي، يعني ما ينفعش إلا إعلانات كبيرة والفونت بتاعها كبير علشان تلحق تقراها. لكن لو بصينا الناحية الشمال هتلاقي ثلاث إعلانات صغيرين، وقال الناحية الثانية إعلان واحد بس، يعني هم عارفين ومتأكدين من ده. قرارك واختيارك لمكان بيتك أو شغلك وحاجات تانية كتير في حياتك وانت فاكر انها احسن لك، لو ضربت نفسك في ألف هتلاقي انها بتلف وترجع تأثر عليك. يعني ده مش بس بيأثر عليك لوحدك، ده بيأثر على النمو بتاع المدينة بتاعتك كلها. ما ترميش الزيت في الحوض. شكرا.